دلوقتي بعد الحمد لله احنا كده صممنا البلاطات سواء سوليد سلاب او فلات سلاب، عايزين نصمم الكاميرات. تصميم الكاميرات مفيش اسهل منه، يعني القصه بتاعت تصميم الكاميرات سهله جدا جدا، تمام. الفكره كلها بس هتبقى في حاجه اسمها النمذجه. ازاي نعمل نمذجه؟ بدل ما هم 50 كاميرا نخليهم مثلا 5 او 10 كاميرات. تعال نشوف ده يتعمل ازاي. لو انت جيت هنا اول حاجه اخفي بس البلاطات دي عشان ما تضايقناش، خلاص البلاطات دي ملهاش اي لازمه في البلان، قمت شلتها. بعد كده لو سمحت اعرض لي كده النتائج بتاعه الفريم، لو سمحت اعرض لي على حاله الالتيميت، وبعد كده عايز اكسيال فورس، لا عايز شير فورس، لا انا عايز مين؟ المومنت، ده الاساس بتاعي. قمت عارض قيم المومنت، فطلع قيم المومنت بالمنظر ده. طبعا صعب ان انت تشوف او صعب ان انت تتحرك كده، ففي هنا من الامر بتاع فيو سيت 3 دي فيو، تمام، واقول له لو سمحت اقف في اتجاه اكس وايه اكس وزد، وخلي الاليفيجن ده مثلا وليكن 45. حلو، خليه كام؟ خليه صفر، وخلي دي كمان صفر. حلو، خلي الاليفيجن 45 كده، عشان بس تبقى ايه، اوقف الشكل. سيت 3 دي فيو ده بيطبق الشكل بدل ما هو في 3 دي، تمام، يطبقه كده على بعضه يخليه في الايه، في البلان. يعني انا هبقى واقف في 3 دي وهو مبين لي ايه، البلان. يعني انا واقف في 3 دي وهيبين لي هو البلان اللي هو بتاع مين، اكس وزد، واقول له ابلاي. بص كده يا باشمهندس، دي الكاميرات اللي في اتجاه اكس، دي الكاميرات اللي في اتجاه اكس. فانت لو جيت بصيت بقى كده على الكاميرات اللي في اتجاه اكس، عند حضرتك في كاميرا هنا اهي، تمام، وفي كاميرا هنا اهي، وكاميرا اهي، وكاميرا اهي. ايه بقى اللي مطلوب مني؟ مطلوب ان انا اصمم الكاميرات الحلوه الجميله دي كلها، المطلوب ان انا اصمم كل الكاميرات دي. يا باشمهندس طب ده صعب بقى ولا سهل؟ والله انا اقول لك، انت يعني انت بتصمم، يعني انت مش بتصمم على ايدك، ده انت بتصمم على بايه؟ بشيت اكسل، انت بتصمم بشيت اكسل. فانت لو جيت مسكت الكاميرا دي وجيت زومت عليها كده، وجيت زومت عليها كده وتقرا القيم، او بلاش تقرا القيم، ممكن تروح هنا كده على الفريم، تمام، واقول له بس لو سمحت من حيث السكيل واضح ان هو صغير شويه فكبره، تمام، واقول له ايه، شو فاليو، واقول له ابلاي، كبره قوي كده، تمام، خليه انت وليكن 2 من 10، وقول له ايه، ابلاي. فساعتها يعني الدنيا تبقى ايه، متشافه معانا، واخد لي بال حضرتك؟ فواضح ادي القيم بتاعت المومنت، ده شكل المومنت. فطبعا دي كاميرا ايه، دي كاميرا كونتينيوس واضحه قوي. فانت الكاميرا الكونتينيوس الموجوده دي كان هنا المومنت بكام؟ ب 4 و8، هنا المومنت بكام؟ ب 7، هنا المومنت بكام؟ ب 7، والنيجاتيف مومنت كان هنا، الباكيه دي صغيره جدا والباكيه دي صغيره جدا، فانت لازم تعلق فيها البرابل اللي هي دبليو ال سكوير على 16، صح ولا مش صح؟ فانا لو عايز اصمم كاميرا زي دي فبروح افتح شيت اكسل، انا هتلاقيني مديهولك النهارده، اسمه بي ام ديزاين، ده اللي بيصمم ايه؟ الكاميرات. فانت لو جيت على شيت الاكسل اللي اسمه بي ام ديزاين ده كده، انا محتاج، بص كده يا باشمهندس بعد اذن حضرتك معايا، انا محتاج هنا والله، ادي دي الكاميرا انا محتاج فيها مومنت قلنا كام؟ 7، وهنا كام؟ 4، وهنا كام؟ 7. يبقى انا محتاج حاجه تشيل مومنت ايه؟ 7. فلو جيت على الاكسل شيت كده وجربت مثلا ان انا احط 5 فاي 10 مثلا في الكاميرا دي، فال 5 فاي 10 تشيل كام؟ لحد كام هي؟ انا هنا مظبط كل حاجه اهو، بيحسب الاريا ستيل، الاف يلد، ده التي بتاع الكاميرا، يحسب الدي لوحده، شيت اكسل بسيط جدا. حلو، ده كان حد اللي عامله، وانا كنت عامل شيت اكسل تاني احسن شويه، كنت انا اللي عامله، هتلاقيه عند حضرتك هنا في اكسل شيت 2018 اهو. ده كان اكسل شيت لطيف كده شويه، يعني الطف من اللي فات، لان هو بيعمل تشيك على ده انا اللي عامله، تمام، المفروض ان هو بيعمل تشيك على الشير كمان، يعني بيعمل ايه، بيم ديزاين وبيعمل تشيك على الشير وبيعمل تشيك على الاريا ستيل، ايه الاريا ستيل ماكسيمم وكل حاجه. لو جينا هنا كده بمنتهى البساطه يا باشمهندس، انت عايز تعمل ايه؟ انا هقول له ايه الانبوت بتاعي، الاف سي يو ب 300، الاف فيلد 3600، الاف سي يو كانت عندنا في المشروع كانت ب 250، الام التيميت هتدخل القيمه بتاعت المومنت، انت عايز يشيل كام؟ عايز يشيل 7، تمام، فادي البي كان ب 25 والتي كان بكام؟ ب 60. فهو بيحسب الكفر، واقول له لو استخدمت انا مثلا فاي 12،
فيروح قايل لك ايه 4 في 12. شيت اكسل عسل قوي. وكمان بيعمل ايه بقى شيت الاكسل ده؟ بيعمل تشيك على الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكس لوحده. يعني هو كده راح قايل لك ايه سيف دايمنشن. عارف لو هي مثلا دي كانت 20 راح كاتب لك ايه انكريس ديبس. لا شغل فنادق بقى، مكلفين احنا وصارفين وعاملين شيتات عشان بس ايه محدش يتكلم معايا. يبقى هو كان 60، يبقى هنا الكاميرا دي تسليحها كام؟ 4 فاي 12. يبقى انت لو عايز تشيل مومنت 7 فانت هتحط تسليح مقداره كام يا باشمهندس؟ 4 فاي 12. يبقى انا تسليح الكاميرا دي بمنتهى البساطه هنا 4 فاي 12 وهنا 4 فاي 12. طب وهنا كانت الكاميرا دي كام؟ ها 4.6. يبقى انا عايز كام؟ 4.6. فاكتب له هنا بس انا عايز 4.6، فيقول لك كام؟ 3 فاي 12. يبقى الكاميرا دي تسليحها السفلي انا كله جبته هنا 4 فاي 12، هنا 4 فاي 12، هنا 3 فاي 12. طب واللي فوق ده كان كام؟ كان 2، وهنا كان كام؟ 2 وايه؟ 2 ونص. والماكسيمم هنا كان كام؟ التسليح العلوي هنا كان كام؟ 5 ونص. 5 ونص. يبقى التسليح العلوي اللي فوق انا عايزه يوصل لكام؟ 5 ونص. فاروح قايل هنا كده ايه 5.5. ف5 ونص برضه طلع كام؟ 3 فاي 12. يبقى من الاخر يا باشمهندس لو انا جيت قلت لك لو سمحت ممكن تسلح لي الكاميرا دي، فانت هتقول لي بمنتهى السهوله انا تسليح الكاميرا دي هيبقى عامل كده. هنا في تسليح سفلي قيمته كام؟ 4 فاي 12. هنا في تسليح علوي 3 فاي 12. هنا في تسليح سفلي 3 فاي 12. وهنا 4 وهنا 3. والحتت اللي هتبقى فاضيه دي، الحتت اللي هتبقى فاضيه دي فانا هنا هحط ايه؟ ستيربس هانجر. وهنا هحط ايه؟ ستيربس هانجر. وهنا هحط ايه؟ ستيربس هانجر. وهنا هحط ايه؟ ستيربس هانجر. ايه الستيربس هانجر دي يا باشمهندس؟ علاقات الايه؟ الكنات. وادي الحديد النيجاتيف اللي كان في الاخر. ايه رايك؟ ايه رايك في الحركه اللي احنا عملناها دي؟ يبقى انت في ثانيه صممت الكاميرا دي، في ثانيه صممت الكاميرا دي. في حاجه صعبه ولا اي صعوبه؟ سهله جدا. المشكله بقى كلها ايه؟ ان انت هتكرر الخطوه دي كتير قوي، كتير قوي، كتير كتير يعني. حلو. فالحل بتاعها ايه؟ بص هي هتبقى مقرفه في السوليد سلاب. لو في لات سلاب اعمل كده، يعني لو في لات سلاب اعمل كده سهله قوي يعني، مش محتاجه ذكاء، صح الكلام؟ لان هي مارجنال بيم هتصممهم كده مفيش مشكله ان هم يطلعوا 4 تعملهم انت نموذجين شكرا على التحيه. فدي عمليه سهله. لكن المشكله في ايه؟ بص كده دول كتير قوي، دول كتير قوي. بس واضح ان الكاميرا دي شبه مين؟ شبه الكاميرا دي. يبقى انا بالنسبه للكاميرات اللي في اتجاه اكس انا عندي كاميرات كونتينيوس وعندي كاميرات سيمبل. الكاميرات الكونتينيوس 1 2 3، فدي ودي هياخدوا نفس الايه؟ النموذج، نفس التسليح بالظبط. لانك انت لو جيت قربت وبصيت على التسليح هنا كام وكام؟ 8 وهنا 8. يبقى انت هتحتاج 4 فاي 12، 4 فاي 12، 4 فاي 12، 4 فاي 12، واللي في النص 3 فاي 12، وتسلح دي زي دي. يبقى دي ودي هما الاثنين ايه؟ نفس النموذج. مفهوم يا شباب؟ يبقى الكاميرا اللي فوق دي والكاميرا اللي تحت دي نفس الايه؟ نفس النموذج. سهله. الباقي دول كلهم كانوا ايه؟ سيمبل. والله لو جيت بصيت هتلاقيهم كلهم شبه بعض. ادي 1 2 3 4 5 كلهم شبه بعض. ايه رقم كده اللي عليهم؟ الماكسيمم كان كام؟ 16. مش عارف ومش عارف مش عايز يقرا ليه. وهنا الماكسيمم كان كام؟ 18. حلو. والناحيه الثانيه يا باشمهندس، نعم، مش كونتينوس دي كلها كده، تمام. فدي 18 ودي 18 ودي 18، يعني كلهم ممكن اخدهم كام؟ 18. واللي هنا اللي في النص دول عشان برضو ما انساش،
كان الماكسيمم كام؟ 16. يعني كلهم كل الكاميرات السيمبل اللي قدامك دي هتبقى نموذج ايه؟ نموذج واحد اللي هو 18. يبقى انا عايز حاجه تشيل لحد 18، فلما تحط 18 كده يطلع 11 في 12. غير الكود خليه مثلا 18، يبقى كام؟ 5 في 18. يبقى كل الكاميرات اللي جوه دي هتبقى ايه؟ نموذج تاني سيمبل بيم. يبقى كده خلصت الكاميرات اللي في ايه؟ في اتجاه اكس. يبقى اتجاه اكس يا باشمهندس هيبقى فيه كام نموذج؟ 3. اول نموذج اللي هو بتاع الكاميرا اللي تحت، تاني نموذج بتاع الكاميرا اللي فوق، تالت نموذج بتاع الكاميرا الايه؟ السيمبل. خلاص؟ سهلة القصة دي؟ وفي الاتجاه التاني هتعمل كده. طب بص يا باشمهندس أنا حاسس برضه إن العملية صعبة أوي. مفيش طريقة أسهل من دي؟ أولا الطريقة اللي أنا قلتها لك دي، دي أدق طريقة. يعني دي طريقة دقيقة. حلو؟ في طريقة أسهل، بص بيقول لك أعمل إيه؟ مش دي الكاميرا كانت 25 في 60؟ طيب هي الكاميرا 25 في 60 اللي هي هنا دي. هوريك حاجة، بص طريقة سهلة شوية. تيجي تعمل كده اعمل ايه؟ هفرض شبكه. ليه ليه ليه؟ هفرض ان انا اول حاجه هحط وليكن 3 في 10. فانا لما حطيت 3 في 10، لما حطيت 3 في 10 هسمي دي وليكن بي 1. فبي 1 التسليح بتاعها كام؟ 3 3 فاي 10، ده التسليح بتاعها. دي تشيل لك مومنت لحد كام؟ هقول دي هتشيل مومنت من 0 لحد 3.5. وبعد كده هعمل نموذج تاني اسميه ب 2 واحط فيه وليكن 4 فاي 10. فال 4 فاي 10 ده يشيل لحد كام؟ ده يشيل من 3.5 لحد 4 وايه؟ 4.7. بعد كده الكاميرا دي تستحمل اكتر من 4 تسليح في صف واحد؟ لا. فالافضل ان انت تعمل ايه؟ اغير القطر احسن، فخليه بي 3 يبقى كام؟ 3 فاي 12. فال 3 فاي 12 ده، 3 فاي 12 ده يا باشمهندس يشيل لحد كام؟ من 4.7 لحد 5.1. وبعد كده بي 4 بي 4 هيبقى كام؟ 4 فاي 12. 4 فاي 12 ده يشيل لحد كام؟ لحد كام؟ 6.8. يبقى من 5 ل 1 ل 6.8. بعد كده يا باشمهندس اعمل بي 5. بي 5 ده يا باشمهندس حط كده 5 فاي 12، نخليها 5 فاي 12. اولا ينفع 5 فاي 12؟ مش هينفع 5 فاي 12، ممكن تخليها 6 فاي 12 بحيث ان انت ترصهم على صفين، صف تحت 4 والصف اللي فوق يبقى ايه؟ في سيخين، صح الكلام؟ فنخلينا مثلا في 6 فاي 12، 6 كنترول في 12، فكتبت له 6 فاي 12 وصلني لحد كام؟ لحد 10. يبقى ده 6 فاي 12 يشيل كام؟ من 6.8 لحد 10. هو كان اقصى مومنت عندي كام؟ 18. فواضح ان 6 فاي 12 ده كان اقصى حاجه، وبعد كده فجاه حصلت ايه؟ نطه كده، صح ولا مش صح؟ فالنطه دي انا هعمل نموذج تاني اسميه بي 6 واقول ان ده هيبقى مثلا 4 فاي 18. فال 4 فاي 18 ده 4 فاي 18 ده هيشيل معاك تمام لحد كام؟ 15 وايه؟ و17. هيشيل معايا من 10 لحد ايه؟ 15 و17. وبعد كده اخر نموذج اللي هو بي 8، اخر نموذج اللي هو بي 8 ده هنحطه كام؟ ممكن نعمل 5 بالمناسبه، حط 3 سياخ تحت وسيخين فوق، فممكن نعمل 5 فاي 18، ف 5 فاي 18 ده هيغطي لي الايه؟ هيغطي لي من اول 15 و17 لحد ايه؟ لحد 19. فايدته ايه الجدول الجميل اللي انا عملته ده؟
فائدته ايه الجدول الجميل اللي انت عملته؟ كل اللي انت هتعمله الجدول، يعني الجدول ده تعبنا شويه، بس انا هروح داخل دلوقتي على برنامج الساب. بص كده يا باشمهندس هنعمل ايه؟ تمسكهم باكيه باكيه، الباكيه دي كان المومنت فيها كام؟ 7، يبقى دي تبع بي كام؟ 7، يبقى دي تبع بي كام؟ 7 يبقى تبع بي 4، 7 تبقى تبع بي ايه؟ 4، خلي بي 4 ده 5 في 12 عشان يبقى شايل لحد كام؟ 8 و4، بي 4 يبقى 5 في 12 ويبقى شايل لحد كام؟ 8 و4، يبقى دي تبع مين؟ تبع بي 4. يبقى اروح كاتب عليها ايه يا باشمهندس على طول؟ بص كده هروح ماسك دي اروح كاتب على دي، دي تبع مين؟ بي 4، تاخد نموذج بي 4، هنا المومنت كان 5 فاروح كاتب عليه كام؟ مثلا بي 2، هنا اروح كاتب عليه كام؟ بي 3، هنا بي كذا، هنا بي كذا، هنا بي كذا، كل بس اقف على المومنت اشوفه كام؟ اشوف في الجدول ده تبع انهي نموذج واروح حاطه، ده تبع انهي نموذج واروح حاطه. سهله؟ دي اسهل طريقه. يعني دي اسهل من اللي فاتت، بس الثانيه دي اصح. الثانيه اللي انا قلتها لك دي اصح، يعني عايز تشتغل شغل صح، الثانيه دي مفيده جدا. لان انا هنا خلي بالك انا قسمت دي كده كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا، ان هي اصلا المفروض كلها ايه؟ كاميرا واحده تاخد نموذج واحد، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ حاجه انت مثلا ما خدتش بالك منها. طيب بما ان انا الحمد لله تعبت وشقيت، كده حد عنده مشكله في الكاميرات ان هو يصلحها؟ كاميرات السلم اللي تحت، مالها كاميرات السلم اللي تحت دي؟ صح، المشكله في الكاميرا دي. الكاميرا دي كده هعمل فيها ايه؟ والله دي هيبقى التسليح بتاعها العلوي زي ما الرقم ده مكتوب. التسليح بتاعها العلوي اللي هو كام؟ الماكسيمم بتاعها سالب 10، يعني كام؟ تاخد انهي نموذج من دول؟ تاخد انهي نموذج من دول؟ ها 16. طب وهي ليه طالعه كده؟ ليه بس عملت معانا كده الكاميرا دي؟ وهل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكاميرا دي كان لازم تعمل لها ريليز، لان حضرتك لو ما عملتلهاش ريليز واشتغلت على المنظر اللي انت عامله ده طبعا، فهي ماسكه في مين؟ في البلاطه، فالبلاطه بتعمل كده، فتروح الكاميرا ايه؟ يعني البلاطه مش هنا الاسبان الكبير وهنا الاسبان الكبير، يروحوا واخدين بعض ونازلين لتحت، فلما واخدين بعض ونازلين لتحت يروح الكاميرا يطق لفوق، فطبعا يطلع عليها مومنت ايه؟ نيجاتيف. فانت ممكن اسهل حل ان انت تعملها ان المفروض ان الكاميرا دي تفك الحل بتاع حضرتك وتمسكها كده وتقول له اساين فريم ريليز المومنت بتاعها. لا مش معموله كده، اعمل لها ريليز واعمل لها ريليس في المومنت 2 2 واعمل لها ريليس من ناحيه واحده مثلا في الطرش اي ناحيه، يعني المهم نعمل لها ريليس في كل الايه؟ في كل الحاجات بحيث ان هي ايه؟ ما يحصلهاش اي حاجه. ارجع حل تاني كده. ما عملش حاجه يعني. ما عمليش حاجة يعني، ما عملت الريليز وطلع برضو عليها نيجاتيف مومنت. ما الكاميرا دي ما نقول لها حمل من هنا، فلازم تاخد الأربع كاميرات بقى تعمل لهم ريليز، ساعتها الدنيا إيه؟ تخف. آخد الأربع كاميرات، يعني أنا مش إحنا عمل أنا مسكت الكاميرا دي عملت لها ريليز. تمام؟ بس ما الكاميرا دي ممسوكة في الكاميرا دي والكاميرا إيه؟ والكاميرا دي، فأنت المفروض تاخد الأربع كاميرات بتوع السلم تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم ريليس، ساعتها ان شاء الله تظبط معاك. تمام؟ هنجربها بس بعد شويه، هجربها، ماشي؟ هجربها لك. اما بالنسبه لدلوقتي، كده تصميم الكاميرات في عندك مشكله فيه؟ تصميم الكاميرات وازاي تعمل لها نمذجه في عندك مشكله فيه؟ تمام؟ كده يعتبر احنا الحمد لله صممنا بلاطات، صممنا كاميرات. اخر حاجه بس هقولها لك، افرض انا الحمد لله عملت الجدول الجميل الحلو ده وعايز اخده اروح حاطه فين؟ حطه في الاوتوكاد، مش ده جدول النمذجه بتاعي واسهل ان انا اكتب هنا، فتروح واخده كده كنترول ايه او تقول له كوبي كده. حلو، عايز اخد الجدول ده احطه في الاوتوكاد عشان يبقى هو ده جدول النمذجه بتاعي، فهم جاي هنا كده
وحطه هنا في حاجة اسمها في أمر اسمه بيست أهو. أول ما بتكتب بيست طلع فيه كده فوق، فتروح قايل له بيست، فيقول لك أنت عايز تعمل بيست لإيه؟ فأنت تشوف إن أنت تقول له إيه؟ بيست المايكروسوفت إكسل شيت، وتقول له أوكي. فيروح جايبه لك الإيه؟ الجدول اللي هناك يتحط هنا. اتقل بس عليه. الميزة في الحكاية دي هو بس فهم. الميزة في الحكاية دي إيه يا باشمهندسين؟ الميزة في الحكاية دي إيه؟ إن الجدول إن شاء الله لما ربنا يكرمه بس هنا ويجي، إن الجدول لما ربنا يكرمه هنا ويجي، لو عدلت أي قيمة في الإكسل بتتعدل مباشرة. فدي ميزة قوية أوي. تمام؟ هو الأمر اسمه بيست اللي إحنا عملناه ده، سواء مهنج شوية. هيتجنن شوية كده وبعدين إن شاء الله هيجي، ما تقلقش. أهو. ايه رأي حضرتك؟ طب بص بقى الحركة الجميلة دي، كام؟ بي واحد كام؟ 3 فاي 10. تمام؟ جيت انت هنا في الاكسل وغيرتها خليتها 3 فاي 12. تمام؟ تقوم رايح هناك اعمل بقى الامر بتاع ريجنريت. كده في مشكلة. ايه؟ لا هي مش سيف في الاكسل الاولاني، المفروض تلقط هنا على طول، بس هي المشكله ان هي جايه هنا على اساس ان هي ايه؟ للاسف جايه هنا على انها صوره، المفروض ما تجيش على انها صوره، تيجي على انها ايه؟ جدول. فاول ما تيجي على انها جدول ساعتها لما تغير هناك هتعمل ايه؟ هنا، لما تغير هناك تعمل هنا، لما هنا كده جت على انها ايه؟ صوره، هي بتيجي على انها جدول بنفس الايه؟ بنفس الصيغه، سيف هنيجي بس، ماشي؟ لحد دلوقتي كده في حد عنده اي مشاكل؟ كده الحمد لله انت بقيت تعرف تعمل نبذات الايه؟ الكاميرات وتصممها وتعمل كل حاجه. في حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟